موقف صعب جدا يا اخوانا، وحكيم الفترة دي اكيد هيكون حساس تجاه اي بند من البنود اللي بنطرحه او بنفكر فيه. لا اله الا الله. هو احنا برضو مش هنمشي اتفاقنا على حسب زعله وخاطره عبد اللطيف؟ انا ما قلتش كده يا جماعة. عموما يا عبد اللطيف، هو في اول فرصة هيحضر فيها هتكون الامور وضحت، وبعدين حكيم يقدر يراجع المقترحات دي مع جمال. انا رايي من راي زكريا يا عبد اللطيف، خلينا ما نوقفش عند نص بعين، احنا وصلنا هدف محدد. الميثاق الوطني اللي حدد عليه جمال لازم يكون حاضر قصاد الشعب بعد رمضان مباشرة. ومن هنا للشهر الجاي الله اعلم عبد الحكيم هيقدم استقالته كم مرة. على فكرة انا على المستوى الشخصي متعاطف معاه. مفيش في كلامنا تعاطف او مواجهة يا عبد اللطيف، ده شأن دولة. وحكيم لازم كلنا نتفق ونعترف بيننا وبين بعض انه اتهز جامد، خصوصا بعد كل الاحداث الاخيرة. حكيم محتاج وقت وثقة يا عبد اللطيف، المشكلة ان البلد ما عندهاش وقت علشان تكسب ثقة الدنيا من حواليها، والناس كمان ما عندهاش وقت عشان تحس بثقة ناحيتنا. والله لو عايزين رأيي النهائي، القائد الأعلى للقوات المسلحة لازم يكون هو رئيس الجمهورية.